السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم جميعا في اختبار العاب زنقة مجددا. فلنبدأ. في 200 ألف لعبة في زنقة السبيشال اديشن، فجمعت بعضهم تقريبا 90 لعبة، فبحاول اختبر اكبر عدد ممكن. لذلك للأسف فحاول اقصر الوقت بدل 20 دقيقة، اعطيه الافرج اللعبة 10 دقائق. فاول لعبة World War Plants، ونبدأ الاعداد من الحين. The goal is to pick up the flower and plant it and protect it to help enlighten the world. للأسف لأنكم انتم في مسابقة، حتى لو كان ما كنتم في مسابقة يعني في السوق، صفحة التقديم للعبة شيء مهم في التسويق. لما تشوف الصفحة plain default، الوصف سطر واحد، هذا الشيء وصورة واحدة، ما يحمس اللاعبين اللي يجربون اللعبة. فالصفحات البلين يا اينو سعة التطوير 3 أيام، ما في وقت. يعني حتى لو تغير لون just اللون كده that will give you a push. فانيوي ما نطولها. So the farmer little Layla tree of the life and Zanga VS which one؟ اوكي، اسم اللعبة War of Plants بس اسم المشروع زنقة FPS. So let's take a look. Welcome if you got stuck at any press R to reload the level. اوكي. فالشيء متوقع في العاب بيتا انه ممكن تقلق، بس هذه واحدة من الاشياء ضروري تتصلح لما تطلع لعبة جاهزة. يعني هذه اكثر الاشياء اللي تطلع اللاعب من طوره، ان البقس بالنوع اللي تكسر اللعبة او عمل كاش اللعبة. ففي عندنا اختيار شوز ليفلز، ما شاء الله في عدد ادوار، وفي عندنا بلاي بيك اب ذا فلاور. حركة الكاميرا شوي نقد. بيك اب ذا فلاور اف. اوه مستخدم شيدرز. انا ما ادري المطورين يكتبون الشيدرز بنفسهم ولا، because it's a lot of work to do shader، بحيث ان هذا الشيدر عكسي شايل كل الالوان ما عدا من البقعة اللي حولك. It's a reverse shader. It's very interesting idea. Place the flower here to enlighten the world. لا يكون تبع لعبة الشمس اللي ماسكنها قطوة، ما ادري اسم اللعبة. زين، pick up the gun. ما في نقطة تصويب في الجن. shoot the boxes. زين، أنا آخذ نبتة وأوديها المكان عشان يتولع العالم. ليش الأعداء صبار؟ A question. أو مسكت الجن والنبتة بزر واحد. هل في أوبشن لسرعة تحريك الماوس؟ نوب. It's alright. I hate this gun. مو واضح وين المكان اللي يطلق فيه. Destroy the machines to clear the water and to get upgrades for your weapon. كاخذ نبتة. ما اقدر اخذها. This freaking gun is not centered. Or is it? I don't know. Fire rate plus. بس بدي اخلص قبل ما اخذها.
هاي يمدينا نعلق على المسدس. اوكي المسدس اوضح لما تكون بعيد عن الاعداء. دامج بلس بس لونه احمر. اوكي لو اخذ المسدس قبل ما اخذ النبتة هل يمدينا اطور السلاح قبل ما يطلع الاعداء؟ ايش قصة الماي؟ السندان بس. وين الاعداء؟ لكم فوق في دامج بلس ما ادري ما انتبهت ليه. هي لون شكل المراحل شكلها جميل واعتقد خلصت اللعبة بسرعة. لا بأس لا بأس لا بأس الجيم بلاي لا بأس به. القواعد قوية الجيم بلاي واضح. خذ النبتة طور السلاح. It could work لو تطور عليه يعني فيها اساسات قوية بحيث انه اللعبة تدعم عدة سيناريوز. هل بسهولة يقدر يضيف سيناريوز ولا لا ما ادري. هل في طريقة اني يضيف اسلحة في المستقبل ما ادري بس يعني it's a good start. الجون بلاي اهم شيء في فيرست بيرسون شوتر اذا ما تحس ان السلاح مرضي باستخدامه الجيم بلاي بيتدهور بسرعة. يعني لو تضيف 100 مرحلة بس ان نفس السلاح ما هو مرضي استخدامه It won't work. وهذا واحدة من أكبر الأشياء المعروف عنها في دوم الأصلية دوم ودوم 2 الشوتجن الدبل شوتجن معروف جدا يعني مرضي استخدام لآخر درجة يعني والأعداء نفسهم بعد كيف ردة فعلهم بالأسلحة مختلفة مهمة في الفيرست بيرسون شوتر. فعلى كل حال على كل حال السلاح صعب اذا كان الاعداء قريبين منك تعرف وين مجرى الرصاص والرصاص لما يطلق ما تدري وين اثره وين تصدم الرصاصة الا اذا شفت الرصاصة. فهذه واحدة من الامور اللي تقدر تنحل ان تخلي المكان اللي تصدم فيه الرصاصة يطلع لها اثر بارتكل مؤقتا يظهر فيها زي يعني البولت هولز. الشيء الثاني اللي دويت له انت تحط نبتة عشان تولع العالم الحياة بس اعدائك فطور وصبار I don't know. أحس أن الثيم كأنه مراقب ولكن next game next game إذا قلنا الصفحة القديمة فيها يعني أمور أقل الصفحة اللي بعدها يمكن أقل في الوصف ولكن على الأقل في فيديو بس still ما في description. ترى نسيت ما أقول مين سوى اللعبة السابقة World War Plans عملها مصطفى مصطفى عبيد يعني قراءات انجليزي وعربي والسطر واحد بس اللي بتهار. اللعبة الثانية من ابراهيم سلمان لدى الليلة. فخلينا نشوف اللعبة. اعتقد قال هو انه هو بيفوز الاول او something في ديسكورد ما ادري هي ساركزم ولا يقول وخروا المركز الاول لانه هو جاي. فلس take a look خط لا بأس به كفيديو جيم يعني مو خط تقليدي مجموعة التلوث التالي عدد الأيام هدف اللعبة والوصول لأقصى عدد من الأيام التي يمكنك الوصول إليها وتحدي أصدقائك. ممكن في خطوط أفضل بس أنا أشوفها بالنسبة لي سهل القراءة. ممكن يكون صعب إذا واحد ممتع على خط مربعات كأنما صفر. شجرة كل شجرة تنتج عشرة تلوث لأن ممكن هناك مصنع حولها.
هدف اللعبة هو الوصول إلى أقصى عدد من الأيام التي يمكنك الوصول إليها وتحدي أصدقائك. خليني أنزل صوت الموسيقى لحظة. كل شجرة تنتج 10 تلوث إذا لم يكن هناك مصنع حولها. تنتج ولا تمتص؟ كل يوم يمكنك زراعة شجرة واحدة. تحتاج شجرة إلى 3 أيام حتى تكبر بدون محفولها. هناك احتمال تموت الشجرة وتزيل نفسها بعد 3 أيام من ظهور علامة X عليها. الزراعة عن طريق مفتاح المسافة. زاد شجرة بصد مفتاح X. 3. المصنع. كل مصنع ينتج واحد لم تكن هناك شجرة حوله. ينتج 1 وات. الحجر، إنه مجرد حجر. كل شجرة حول المصنع لا تنتج 10 تلوث. إذا كان هناك أكثر من شجرة فسوف تفقد تأثيرها. لذا حاول زراعة شجرة واحدة حول المصنع. يوم بديت اللعبة كنت فاهم اللعبة أكثر من قبل ما أقرأ التعليمات. I have no idea what's going on. مجموعة التلوث التالي 0. عدد الأيام 0. Space. عندي 100 شجرة. الحين وش هذا؟ وش هذا؟ لحظة، كل ما عصفي يمر يوم. أوكي، ممكن ستروح بالأشجار يعني؟ أوكي. لازم احط الشجرة حول المصانع يعني. الحين ما في طريقة الف يسار بدون ما الشجرة. ها، في مصنع جديد طلع هنا. I have no freaking clue. الشجرة يمكن تموت. بعض احيان الله يبليك باشياء. زين زين زين، يمديني اسرع. ليش صوت الاكس غلط؟ كل ناس على الشجرة يسكنون. انا واضح ان اللعبة تاكتيك بس القوانين ما فاهمني 100%. ما اعتقد في طريقة تزيل الحجر. I hate the X sound. It seems like I'm doing something horrible wrong. Which يعني it seems is doing its purpose. ليش ما اقدر اتحرك؟ انتهت الجيم يعني؟ ما اقدر اتحرك وما اقدر ازرع. I'm done. Maybe it's a glitch. I don't know. Okay. It's a puzzle game بس للأسف. هدف اللعبة الوصول إلى أقصى عدد من الأيام التي يمكنك الوصول إليها وتحدي أصدقائك. كل شجرة تنتج 10 تلوث والميكل هناك مصح حولها. That's I don't get. ليش الأشجار تنتج تلوث؟ كل يوم يمكنك زراعة شجرة واحدة. تحتاج شجرة 3 أيام حتى تكبر. هناك احتمال تبوظ الشجرة تزيد نفسها. الزراعة عن طريق مفتاح المسافة. كل مصنع ينتج واحد لم تكن هناك شجرة حوله. كل الشجرة حول المصنع لا تنتج 10 تلوث. إذا كان هناك أكثر من شجرة فسوف تفقد تأثيرها. لذا حاول زراعة شجرة واحدة حول المصنع. أوكي. ها.
هل المفروض أزرع الأشجار بعيدة عن المصانع فقط واحدة حول كل مصنع؟ Is that what you're trying to tell me? Maybe. بس الشجر اللي حطيته أنا في مصنعين, so I might made a huge mistake. I hate this game. because I'm not very sure about the rules. Okay, المصنع ده ما حوله ولا شجرة. في مصنع هنا طلع صارت شجرة بين المصنعين فبتلشت بهالمصنع ده, هذه بتموت فخليها أسرع واحدة هنا بدالها بتقوم بعد كم من يوم. في شجرة بتموت ما أعرف وين. ما أدري لو أزرع شجرة هل بتخرب الدنيا لأن بين مصنعين. I have no idea. لأن أحتاج أستبدل الشجرة هذه. بس كل المناطق ما عدا هنا بيكون الشجرة للمصنعين, بس هنا ما يمدينا ازرع. يمدينا ده وكده, ايش فيك اللي سنة قاعد تفلسف. انزين في مصنع في شجرة حوله بتموت, لا هذي لحالة, فخليني ازرع واحدة هنا وازرع واحدة هنا والشخصية تعلقت من جديد. فما ادري هل اللعبة حد 24 يوم او النقاط حسبتها. وجميل انك تعمل لعبة بازل, احب العاب البازل, بس لما التعليمات ما تكون واضحة 100% زي ان كل شجرة تنتج 10 تلوث. It's confusing as hell. ما ادري كيف تصلح التعليمات زي كذا يعني للاسف الشديد. يعني well actually خلينا نرجع نقرا التعليمات مع بعض نشوف وش الكارثة. زين هدف اللعبة الوصول لأقصى عدد من الأيام التي يمكنك وصولها وتحدي أصدقائك. متى تفشل اللعبة؟ ليش تفشل اللعبة؟ كيف عدد أقصى من الأيام؟ What does that mean؟ كل شجرة تنتج 10 تلوث really؟ تحتاج توضيح أكثر. maybe لو في tutorial او يعني تكون لما تحط شجرة او تحط شيء يصير رقم واضح في الشاشة وش اللي زاد وش اللي نقص. تحتاج اللعبة تكون اوضح. كل يوم يمكنك زراعة شجرة واحدة, اوكي. تحتاج شجرة ثلاثة ايام حتى تكبر, اوكي. هناك احتمال تموت, اوكي. كل مصنع ينتج زائد واحد زائد واحد وشو اذا الشجر يزيد تلوث المصانع وش تزيد. ففي نحتاج معلومات توضيح اكثر وش ذا البار اللي فوق علامات يعني. بس it's fine it's really good start. اللهم تحتاج توضيح اكثر ليش شخصيتي علقت, وش معنى اكثر عدد ايام. لعبة بازل you need to make the rules obvious. next game اسمها Tree of Life and the Thief Farmer. انا فكرت اسم عنوان اللعبة اللي خلاني اختارها لان العنوان مرة غريب, بس اللي فهمته ان الاخ رفع لعبتين, واحد اسمه Tree of Life والثاني اسمه Thief Farmer. ما ادري اذا الشيء ضد القانون ولا لا, بس
اعتقد الافضل تركز على لعبه واحده في الجامز، مو معنى انك تحط، ما هي ما ادري يسمونه اللوتري عشان تشتري عده تذاكر يعني. فعند الكريدتس، وين كان الكريدت شوي لخبطه، عندك رابط الاسيت، اسيت الوحوش، تم الرسم من قبل ام جي دي كيلر، اعتقد اسم اللي صمم اللعبه نفسه ام جي دي كيلر. التايل ماب مريم المزارع الاول، what does that mean؟ هل معناه ان مريم هي اللي رسمت المزارع الاول، وهل هذا المزارع الاول؟ مسالمة المزارع الثانية اعتقد، بس لو يحط يعني نقطتين هنا it could be a little bit more obvious. تم مشاركة اللعبة الاولى والثانية في جيم زنجا، ف let's take a look on Thief Farmer Godot. Okay, EXE. Well, hopefully الأزرار ما هي واضحة مين مين الأزرار، بس let's take a look. Don't tell me it's a runner game. التحكم بالأسهم، الشاشة مرة مظلمة. What am I doing? And I cannot jump anymore. And it's called debug. Is this a game? Ooh boy. معلومات. Doesn't work. Too freaking dark. هل فيها شمس صبح وليل؟ I don't know. What's the goal? Is there ليش الكاميرا لازقة بقوة في ال well maybe that's why نعمل لعبين ولا لعبتين. ف let's take a look on لعبة ثانية. Tree of the Life. Okay. نفس الشيء. إذا كان يبقى أول مرة تعلمت أعمل منيوز، قلت ليش تعمل المنيو مرتب وشكله ده يعني مظبط ودائما نفس الشيء. خليني احط اللعبه هنا وخوش في النص وده يعني I understand the feeling. فكرنا بالرجل فكرنا بالرجل شغل الحياة وهي الآن عند واد الوحوش، ولقد مات في تيس النبي الكثير من الشباب، شجرة الموت الحمراء، شجرة القاتل والأزواق، شجرة أشعة الشمس وشجر العالي، ولكن هناك شجرة واحدة سوف تكون الأعظم في التاريخ وهي شجرة الحياة. الصدى حاطنا متعمد كساوند افكت يعني ولا ايه ايه على اننا ندقكم من زمان يمكن. Again التحكم من الاسهم which is remark of the old games I guess. يمكن ما عندي أسلحة because ضغط على كل الأزرار control or delete nothing. اللي ده الهجوم على الوحوش مفروض الصدم يعني. اوكي hopefully شجرة الحياة تكون شجرة كبيرة زي أشجار الأورك العملاقة، ولكن أو زي يعني الفانتز عادة يسموها بشكل عملاق، ما تكون سنبلة قمح hopefully. وين رايحين الحفلة؟ خلينا نضميهم إلى خارج الخريطة. Is this game completed or على الأقل في كود رجعني البداية إلى طلعت برا الخريطة. Let's try again. نطلع برا الخريطة. مياو. not this time, I guess.
اوكي، انا وش الهدف يا ايش هو قال الحصول على شيء الحياة بت ما المفروض تصمم الخريطة بحيث ان اللاعب ما يدري وين يروح، تحتاج تعطيه ملامح في الخريطة وين المفروض يروح وين المفروض ما يروح، على الأقل على الأقل على الأقل إنك تسد الخريطة بحيث إنه تمنع اللاعب إنه يطلع منها، على الأقل that's the least thing يعني. خلينا نشوف إيش يصير لما ألمس واحد، لما تلمس الجلو تعيد مكانك، ما كان بسبب خروج من الخريطة. شوف لما قرب منه ولا الكولجن حول الفريم الشخصية مش حول الشخصية نفسها، فالكولجن المفروض يكون على تخلي الشخصيات تتلامس. ليه؟ لأن الألعاب زي كده تبي اللاعب يعتمد على مهاراته ما يعتمد على تخيله أو معرفة الكود كيف يشتغل، فالمفروض الكولجن يكون حول الشخصية وداخل الشخصية بشوي بعد عشان تعطي اللعبة منفذ إنه يقدر يهرب. غير كده الجيم بلاي أوكي حصلت سمبل أو بعدين اللي أقدر أطلق بها مثلا وزين ان المطورين الجديدين يحصلون فرصة في الجيم جام ان يحاولون يدخلون في المجال ده، عمل الالعاب ابدا شيء مو سهل، فاتفهم الوضع يعني. الواحد تكون عنده 100,000 فكرة واول ما يجي يطبق يشوف ان التطبيق مرة متعب، تحريك الكاميرا تحريك الشخصية تحريك وضع شخصيات حط تلامس حط سكريبت، لو طلعت جلو كله قاعد يتجه نفس الاتجاه رايحين حفلة. محاولة طيبة انك تبدأ في التعلم في تطوير الالعاب والاستخدام الجيم جام الدافع، فبالتوفيق وان شاء الله الالعاب الجاية تكون مور. حاليا دول كأنهم اختبار لقدراتك في المحاكي يعني، which is good, it's a good start, keep trying, keep doing the good work. فأريد خلصنا ثلاثة العاب و مرة تقل من الساعة، فخلينا ننزل ثلاث ألعاب زيادة. للأسف لعبة انشانتينج روز أعتقد رسومات البكسل كانت حاجة جيدة، ما أدري هي نفسها ولا لا اللعبة اللي في راسي، بس ما عادت موجودة. لما ندخل الصفحة موجود لعبة ديمو ثانية لفيجوال نوفل، so this game doesn't exist anymore unfortunately. فنكست جيم ديليفري هيرو من محمد صالح. Let's take a look. محمد صالح simulation. كويس انه موجود على الويب للجيم جامز، لان سمعت من المنظمين مو كل اللي عندهم ويندوز مو كل اللي عندهم ماك، فالويب يعطي فرصة للجميع اختبارها، بس انا افضل انزلها على البي سي. فاللعبة 3D سيز ديفا فيها يعني unlockable stuff، الفرق فقط السرعة والتسارع which is fine. زين اسم اللعبة الله يلعب لي اسم مايكروسوفت something madness، من زمان ما شفتك اللعبة بس تذكرني بها. حتى ال يا نوع السهم الـ AI السيارات. Is this a package من ديك اللعبة في قرات؟ أو في وش يسمونه في تم السلام الطلب في وش يسمونه العبليس؟ اعذروني ترى اليوم مرة منتهي، بس حبيت انتهى الوقت حال مرة أخرى. على طول بديت معاك وبعد ما صدقت البوليس ما صار لي شيء. في يونيتي اللي فهمت في مشاريع تنزلها باكجز وهدفها انك تنزله وتطور عليه، مع انه حاط لون شفاف حول النبتة but it's still not obvious. السهم مرة نازل مباني اعلى منها والمبنى already اللي قريب منه مليان نبتات، so it could be better, it could be better. تناقض الالوان مثلا تاخذ اللون مناقض تخليه شيء، او حواليه تكون الوان حاره اي دونت نو، انا ما أنا مصمم يعني يفهم بالامور دي، بس وين الوقت او
ما ادري وين العداد الوقت عشان اشوف وين الفتره بيكوز مر الوقت لايك يدهسك دهس. اوكي اوكي الرقم ده في النص. اوه مين حاول تقطع الشعر مره ثانيه. ليش كل العجلة؟ I know it's a video game but really for the god's sake. اوكي هالمرة كان واضح ان الشعر من بعيد but before it's just like I don't know. Of course minimap will help. التحكم لا بأس به، رسوماته أو يعني المرئيات لا بأس به، بس أجين النبتة نفسها حتى لما تقرب منها شوي مزعج لأنه صعب تشوفه من أي مكان. العداد مكانه شوي غبي مع احترامي الشديد تحت كده لايك ضليت فترة وقفت في الشارع أصلا جا واحد صقعني من ورا قاعد أدور وين العداد. فلو يكون فوق السهم أتوقع بيكون أفضل. Other than that, اللعبة basic. It need more stuff. يا يمديك تفتح سيارات بفلوس أغلى. خلينا الحين عندي 40 ريال ما تكفي حتى إني أفتح سيارة. To be honest, I had enough for the game already. احس ان كل شيء موجود فيها جربت يعني الشوارع سطحية ما في الا هدف واحد تروح تجي it's basic like the only thing I can do الشيء الوحيد اللي تقدر تسويه في الجيم انك تروح تجي تروح تجي تروح تجي and I already مليت like التحكم كويس. انا لعبت العاب اندي يحاولون يعملوا العاب سيارات التحكم it's horrible. So at least I give a point in the tagging quiz. Other than that, I'm really bored. حتى لما توصل شيء توصل نبتة يعني لما تعمل شيء good in the game, the sound cue is not rewarding. Like doing. يعني شوف كيف يحتفلون مثلا في فاينل فانتسي لما تفوز في معركة it feels there's some you done something good يعني this is like أنا وصلت رسالة على جوال so in other words وش اللي قاعد أحاول أقول إن اللعبة is not that rewarding ولا تعاقب كله بسبب إنك ما وصلت نبتة فقط مناسب ما تعاقبك إنك تصدم بوليس مثلا البوليس واحد بتعلق فيه that's more fun now اني احاول اصدم البوليس بينما اعمل الهدف الوحيد الموجود في الجيم ابي يعلق بس ما في اي قوة but it's overall الحين الدكات وش اسم اللعبة Midtown Madness خلينا نفتح صفحة يوتيوب نشوف لعبة من ايام 95 so it's an old game Midtown Madness كنت العبها بكثرة لما كان جنين لانه كان شيء جديد كان شيء ما ابي LGR والله LGR ده كله قديم لازم يعمل لي ريفيو ابي جست جيم بلاي اعتقد 95 لان this is not the old one what the heck is this yeah this one
فاللعبة شبيهة لما تعمل كويست تاخذ ايتم توصل مكان يطلع السهم الملعون او something. ف I don't know. بس حتى بالتاون ماندس يعني كان في رفعات وفي سور. المدل في الامر كان الكمبيوتر كان ذكي جدا. السيارات كان شيء جديد يعني من قبل العاب سباق زي نيد فور سبيد ما تشوف سيارات تدور في الشارع زي كذا. قبل جي تي اي يا ترى والله ما اتذكر جي تي اي 1 هذه قبل ولا جي تي اي 1 قبل. انا اقول حال اللعبه ناقصنا اوبجكتيف وبغض النظر ان الموضوع بعيد عن غرزة لان توصيل الاشجار والسنات غرزة للأسف شديد العاب قليلة جدا شفت ان حاولت تبدأ في مفهوم الرسالة اللي تبع زانجا الموضوع في زانجا بس اظن داد تحكم كويس يعني it could be a good game لو فيها شيء غير الاوبجكتيف هذا. Next game. Oh yeah, يمدينا نشتري السيارة الثانية. And same gameplay. Oh well. Again, دروني دائما ننسى. Delivery Hero عملها واحد اسمه محمد صالح. واللعبة هادي اسمها أغرز نفسي من إنجي براود. إنجي براود للأسف ما أعتقد عمل لها داونلود فقط على الصفحة. We will take a look. إذا الصوت مرة يب صوت عالي زين هل أقدر أعمل وش رقم شهر 6 is this Unicode or something what's going on here JX هل في full screen okay and the editing not bad to run animation when can frame out قليلة KC ما عندي دور جمب okay في تحكم زرين مختلفين seriously dude okay صبرا رضاك هذي اول نقطة في التوتوريال ما عارف اجيبها يعني لازم تتدني يعني ما في دبل جامب this jump is a little bit too much don't you think لما نط ما اقدر اطلق ليش معلومات الطلق هنا عند الحافة what's going on is the game ما عادي مدينة اطلق بسبب ما عندي ذخيرة يعني هل يحاول ان يقولك ان اللعبة فيها جلتشات والمفروض يعني الجلتشات تشيلها في ذاك الاقل تكون واضحة يعني اوكي الليزر الثاني وقف بس يوم مريت تديت لايك او يمكن عيوني قاعد تخدعني Oh come on! Oh boy! Oh, the hit collision is sucks. Seriously. Okay, الرصاصة انقذتني. Is there a double jump that I don't know about? Oh.
Yeah, this is ridiculous. Collision is not fun. طيب الوحيد اني اقدر اعرف اني اعرف اني ادي روحي عين عند بالرصاص عشان اموت. لان الشوكة تقتلك بضربة واحدة. Of course ما يمديك تطلق تنط. اي كيف الرصاص كمل يعني الرصاص كمل سكول لاعب لا يلعب خلاص يعني اوكي اهدأ مع اني متعمدت اني اصم رصاص عشان اقدر اعبر على الشوكة because القفز على الشوكة شيء مستحيل لأن ما يمديك توزن النطة، النطة نفس الارتفاع مهما عصيت. والدخيرة برصاصك مرة صغير، مع أن صدمك الشوكة مرة سهل. فلازم يكون تصويب 100%. And كمل رصاص. This is too much. This is too much. This is not fun. انا بدي اخلص الدور الثاني عشان نشوف الدور الثالث but this is unforgiven this is like ما احس الخطأ مني اني ما اقدر اجاز الشوكة وانما الشوكة التصادم واضح وين مكانه والهيت بوكس مرة كبير ورصاصك ما يعني look at that look at no thank you this is not fun I'm sorry هل اقدر اضرب الشوكة مثلا بالرصاص؟ لا يعني في العاب بلاتفورم بازل مره صعبه بس مو اول دور ثاني دور هذه اولا ثانيا اذا تعتمد على براعه اللاعب ما تعتمد على الهيت بوكس قد الحمار ومستحيل تتجاوزه يعني او ان الليزر بعد ما يخلص ما يطلق وتمشي على طول تموت او like الامور دي تحتاج زي ما تقولون this is not fun this is really not fun على كل حال حتى لو تبي دور صعب يعني اعطي reason الهيت بوكس فيكست المكان الشوكة ما المفروض اول شوكة تبر عليه في الجيم شبه مستحيل انك تصدي يعني تجاوزه انا ما عم تجاوزه لان صدمت رصاصة وتديت بالرصاصة بدل ما تدي بالشوكة يعني زي كذا هذا الشيء الوحيد الذي يعني هل هذا جزء من الجيم بلاي اللي تبيه في الجيم لحقك؟ Are you serious؟ ولا اللعبة تتوقع البراعة كيف لعبة تجمع البراعة وكل ما تضغط الزر القفزة نفس الارتفاع This is not good الالعاب الاكشن الالعاب اللي تحتاج سكيلز و تحتاج لما تضغط على الزر كل ما تطول على اكثر كل ما تنط اطول كيف اقيس قفزتي عشان اصيد الازرار اللي مستحيل صيدها بالرصاص بس صغر ده ولا تبين اوفر الرصاص ليهم بعد So no this is not good It need more iron out الميوزك كويس الرسومات كويسة it's good but no the gameplay it need a lot of iron out next game على الأقل فيه اهتمام في الصفحة شوي على كل حال next game اسمها Branch and Bloom أو فرعها المزهر من
رفيق بنامارا او جوي كات ديف. المفروض يكون اسمه موجود هنا في مكان ما. alright رفيق الاسم ده ما يمر عليه بكثرة بالعربية. فرع المظهر للعبة زنجا النسخة الخاصة هي لعبة تفاعلية مثيرة حيث توجه أم أمنتها خلال دروس الحياة باستخدام شجرة كرمز. المهمة الرئيسية هي حماية الشجرة من النار التي تمثل السلوك السيء. الدروس والعبر والصور البلاغية ما المفروض نشرح لأن زي لما تشرح النكتة وش معناها تقتل قيمته. ولكن كجيم جام وتحاول انك تبرر ليش سويت اللعبة guess it's fine. بس لما تحاول تعمل صورة بلاغية هي تحتاج تشرحها بدون ما تشرحها بشكل مباشر, تحتاج تراوش شيء اكثر. وتقريب كرة المال تجعلها تختفي ممثلة الافعال الايجابية. يستخدم اللاعب الماوس للتفاعل مع اللعبة مما يخلق تجربة جذابة من خلال رؤية بصرية ساحرة. تثقف اللعبة فتاة صغيرة حول جوهرة الحياة. مبرزة الفكرة التي تقول ان افعالنا الايجابية يمكن تغني نمو الجو. اجين قاعد تشرح الصور البلاغية اجين او الدرس لل والجمال في حياته تماما كما يزدهر الشجر بفضل الرعاية. فرع المصير للعبة زنجا النسخة الخاصة تقدم فرصة فريدة للتعلم التفاعلي حيث توجه الأم نتاع عبر المبادئ الحياة معزز القيمة هامة بطريقة ممتعة وشيقة. لما تكتب وصف اللعبة حاول انك ما تكرر نفسك اكثر مرة, وحاول ما تقول ان التحكم كويس في اللعبة قاعد تمدح في اللعبة. خلي الجيم بلاي هو اللي يتحدث عن جودة الجيم. او الانجليش اي كان ريد ات بس من الحين اول حرف ما هو كابيتال يعني need some work but I understand. 3 ايام you try to give it a good color theme, color ballad, صور, credit, not bad could be better but ده مكتوب حتى بالعربي كويس. رفيق بالعمارة كان مدرس كمبيوتر انجينير اسمه عمار, لا كان من عمار ولا عمارة اعتقد, لا كان عائلتي عمارة وكنت احترم المدرس صار الدرجة. anyway عمار اسم شخصية في واحدة من قصصي. let's try the game. فنرجع الصوت. كويس نتعمل something like this. عندما غرست ليلى شتلة صغيرة في فناء منزلها لم تكن تترك الفوائد الكامنة خلف هذا الفعل البسيط, ومع مرور الوقت نمت الشجرة لتصبح مظلة للأطفال ومأوى للطيور الصغيرة ومصدرا للهواء النقي والفاكهة اللذيذة التي تسعد قلوب الجميع. غرست ليلى لتزرع حياة جديدة واكتشفت أنها زرعت أيضا سعادة وجمالا في عالمها. هذا 7 الجولد المدينة اللي بعد جولد ساسر بس ريميكس لها حقوق هالموسيقى يعني ما لها حقوق اقصد. فرع المزهر احنا تعلق مع الالم او يمكن الموسيقى مشابهة في بدايتها على نوع بداية. انا متحمس اوي الزهور هذه ليلى تنمو وتتفتح ام ليلى. نعم الشجر ما لها اسم ام ليلى, نعم الشجر ستكون جميلة عندما تنمو وتتفتح, لكن هناك شيء مهم جدا يمكن ان افهمه اثناء انتظار هذه الزهور. لننزع عصر الميوزك شوي. وما هو ذلك يا امي,
عندما كنت تغرسين تلك البذرة انظري إلى الشجرة الكبيرة. زرعتها منذ زمن بعيد وتطورت وتطورت بوكيموني شجرتي مع شخصيتي. كانت تلك التجربة درسا قيما في تعلم الأشياء الجميلة. الشجرة لم تكن مجرد زينة للحديقة بل كانت رمزا لكيفية قدرة الرعاية والحب على تحقيق نمو. خلينا بعد وجهي على التكست. كيف يمكن للشجرة أن تعلمني شيئا؟ هذا يسمونه هامرينج لسن في الراس. إنها تعلمني الاهتمام بالآخرين وبالألم اللي حولنا يمكن أن ينمو كشجرة جميلة. تذكرين كيف كانت كنتي صغيرة؟ لا تذكرين كيف كانت صغيرة ولكن أصبحت أنا عم أول حيوانات صغيرة وتوفر روائل نقية للجميع. أردي الفيديو قال لنا الكلام ده. أتفهم ولكن كيف يمكن الحياة أن تكون مثل الشجرة؟ الناس سكرة زراعة دروس بالقصب في رأس الواحد زي كده. بس it's alright. عندما تنموين وتزدهرين مثل هذه الشجرة عربي معفق أنا. يجب أن تفهمين أن سلوكك وتصرفاتك يمكن تكون كالزهور التي تسرع في حياة الآخرين. إنها فرصة لتعلمي كيف جعل حياتك تنمو بسعادة وتزين حياة الناس من حولك. هل يعني ذلك أنني يمكنني زرع السعادة في حياة الناس؟ بالضبط. عندما تكونين لطيفة ومتفهمة مع الآخرين، عندما تقدمين المساعدة وتكونين إيجابية، فإنك تزرعين سعادة وجمالة في حياتهم. استغربي فترة لتعلم كيف تكونين لك الشجرة تنموين تزرعين وتجعلين العالم حولك مكانا أفضل. لو تدري أن في بنات واجد يقصون على نفسهم يعذبون نفسهم لأن ما يحسون أنهم يظهرون بشكل أنهم سعداء ولطفاء مع الآخرين ويخلوا الناس حولهم سعيدين لأن الجميع مكتئب ويحسون أنها يعني جزء من مسؤوليته. لو تعرف ان يعني ايجد بعض البنات يعدمون نفسه بسبة النقطة دي. But anyway عصيت رقم 7 على طغير الكاميرا كتاب احط التايمر. انا واثق انك ستحققين ذلك حبيبتي. والان استعدي ليلى. لقد عدت لك مسرح ان تلعبي فيه. استخدمي السلوك الايجابي اللي تعلمته ضد السلوك السلمي واحمي الشجرة. سافع لما يسحب الشجرة حياتي بكل ما استطيع وساعتني بها بالطريق الصحيح سأجعلها تزدهر وتنمو كما هو الحال مع هذه الشجرة الجميلة. انت الان جاهز للعب. احرصي ان تكوني كالشجرة تحملين الجمال والنمو وتحمين حياتك من الامور الضارة. انا هنا دائما ادعمك ومساعدتك في هالمسار. شكرا امي ساعتني بحياتي بحذر والعب دوري بكل فخر. فجض الخيارات ليمينغز. لقد خسرت. الحين كل هالكلام ده ما شرحت لي كيف التحكم. اوكي كان وضع حياتي تشوفي الدرج قدامي للحفة. كاذب وصادق. وش يصير لو الكاذب ما حرر اصلا؟ Okay, I get it. It's a puzzle game. أنا ما أقدر أحكم. الشجرة
متهاون ومسؤول. يب 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 يب. أو إيه ما فكرت إيش قاعد أسوي أصلاً. كم مرحلة اللعبة دي؟ Because so far is a little bit too easy, which is not bigger problem. يعني too easy ولا هو الصعوبة تحس إن ان مثلا البوكسز الكولوجن مره زفت. غير صبور الحين حني غير صبور. وعمل العاب البازل ابدا مو سهل بالذات يعني ان تعمل لغز ما هو مضيع مليون في نفس الوقت انه يعني يختبر اللاعب ابدا مو سهل. للشغل ده يحتاج عدة اختبارات. في كلام زيادة. يا ليلى انظري الى هذه الشجرة الجميلة التي نمت بسبب جهودك الرائع وسلوكك الايجابي. امي انا سعيدة جدا رأيت الشجرة تنمو وتتفتح. لقد قمت بعمل الرائع. الشجرة أصبحت رمزا للسعادة والنمو بفضلك. والآن هناك شيء هام يجب أن تتذكريه. ما هو؟ يجب أن تحتفظي بمبادئك الجيدة وسلوكك الإيجابي للحفاظ على هذه الشجرة لأطول فترة ممكنة. كما نعتني بالشجرة يجب أن تعتني بحياتك بنفس الطريقة. أمي سأظل على خطى الحب والإيجابية وسأعتني بنفسي والآخرين. أنا فخورة بك يا ليلى. الآن استمتعي بجمال الشجرة واستمري في جعل حياتك الحياة للآخرين أكثر جمالا وسعادة. I believe that's it. Well, not bad. Not bad. مبدأ كفكرة ان تحاول تعمل صورة بلاغية في الجيم بلاي, but it was hammered down hard on the head of the player. اكثر من 100 كلمة لوصف شيء ممكن تعبر عنه بصورة او صورتين او ثلاثة يعني, او ممكن تعبر عنه في كلمات اقل بس تكون زي ما تقول عميقة أكثر. وش اسمها صورة بلاغية؟ صورة بلاغية التشبيه. لما تقول كلمة أسد تعرف إن فيها الشجاعة وفيها أكثر من 100 وصف, لأن الأسد في كم كلمة توصف أسد باللغة العربية. فيعتمد بعد على مكان ممكن يجي معناه الحكم أو مسؤولية أو ملك القطيع او whatever على حسب الكونتكست تبع الكلمة. اما لما تقول هاي انت هذا عمل جيد هذا عمل سيء وتكرر 100 مرة ما بتكون نفس القوة. بس it's a good attempt, it's a good attempt, a good practice للكتابة, للوضع نظام conversation. Not bad puzzle game, I enjoyed it even though can't not challenging enough, but مرة متهاونة مع اللاعب ما في عقوبات واجد يعني. عمل بازل جيم, انا حاولت اعمل بازل جيم قبل شيء قبل مهين يبقى عدة اختبارات ما تدري هل البازل مرة مبهم ولا مرة سهل صعب وزنه يعني. ولكن عمل ممتاز يعني من ناحية رسومات, من ناحية جيم بلاي ما خرفت, من ناحية التحكم it doesn't feel زي ما قلت انا يا الالعاب سهله الناس تكره الالعاب سهله, بس لعبه سهله وتلعب افضل من لعبه صعبه تحس انها too much زي اخر لعبه لعبناها. I believe that's it, that's it. I believe yeah اختبرنا 7 العاب فمره ساعه, نحاول نختبر 6 العاب في ساعه اخرى. شكرا للمتابعه, نراكم مره اخرى.